بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متتبعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ترقبوا برنامجا جديدا في هذه القناة المباركة، سيشمل فائدة كبيرة لمحبي متن القراءات، وقد سمينا هذا البرنامج تحفتي الغالية، وسيتضمن شرحا لمتن تحفة الأطفال، وستؤدى بطريقة سهلة كي يسهل حفظها، وهذا البرنامج نزولا عند رغبة بعض الطالبات، وسيكون برنامجا شيقا، فانتظروا انطلاقته عما قريب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.